ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهاردة فقرة جديدة في برنامجنا وحاجة كده جميلة. مين ما بيحبش يحتفل؟ مين ما بيحبش الأعياد الميلاد؟ مين ما بيحبش الخطوبات؟ مين ما بيستناش الأفراح؟ ومين ما بيحبش يتفرج على الحاجات الجميلة والمناظر المبدعة اللي طبعا بتحسسنا كده ببهجة وفرحة؟ ومين ما بيحبش كده يشوف زي ما احنا بنحب نشوف اللوح الجميلة؟ ما بيحبش يشوف حاجات كده في بيتنا غريبة وجديدة؟ حتى الولادة، مين برضو ما بيحبش يحتفل كده في الولادة كده مع البيبي كده بكل حاجة حلوة؟ وعشان طبعا نحتفل بالحاجات دي، في ناس كتير طبعا بتكلم، عندنا الويدنج بلانر، ومعانا طبعا يعني كل الناس اللي بتعمل كل الحاجات الحلوة دي. فمعانا النهاردة أستاذ عمر، مشرفنا النهاردة في الاستوديو عشان نعرف منه كل الحاجات اللي بتحصل، وازاي هو بيعمل الحاجات دي، والناس اللي بتستغلى طبعا الخامات دي، وازاي نعرف نوصل لأحلى شكل عشان نكون كده مبسوطين ونكمل فرحتنا. ازيك يا أستاذ عمر؟ تمام، عامل ايه؟ الحمد لله. انت بقى في الأول كده، احنا بتحب نقول لك أو يطلق عليك اسم ايه؟ هو اسمي عمرو. تمام. لا، التايتل بتاعك. حفلات تزيين حفلات وعيد ميلاد. طيب، شرفتنا. قول لي بقى في الاول كده، انت عايزاك تعرف الناس بنفسك، ازاي بدأت في المجال ده ومن امتى، وازاي عرفت ان انت بتحب اصلا الحاجه دي؟ هي كانت هواية عندي من صغري، كان عندها بيبقى بنحتفل بأعياد الميلاد وكده، على طول بنعمل حفلات، فأنا اللي كنت بعمل لهم على طول. فجت أمي شجعوني بقى في البيت ان انا اعرض على النت وانزل، ودخلت اتصفح وعرفت اكتر. طيب، انت بتعمل خطوبات وبتعمل افراح، صح؟ ايوه. طيب، انا عايزه اسالك سؤال. سواء كده او كده، في ناس شويه بتستغلى الموضوع ده، او في ناس بتقول الخامات بتبقى غاليه، او لما بتفكر وبتسال طبعا الناس اللي زيك بتلاقي شويه الخامات او الاسعار غاليه جدا، فممكن ترجع في كلام. ايه، لا، في ما في ممكن نعمل برضو، في اشكال بتبقى بسيطه واشكال بتبقى بسيطه البلالين طبعا معانا كده، هي ظاهره على الشاشه طبعا واحنا بنتكلم للناس. تمام، هو افكار بتبقى بسيطه واسعارها مش غاليه، ممكن نعمل بالبلالين اشكال كويسه جدا واسعارها مش غاليه. طيب، بص يا عمرو، عايز اسالك على حاجه استاذ عمرو، معلش. هي العروسه طبعا بتكتب دايما لحضرتك او اللي هي عايزاه، صح؟ انت بقى بتقترح عليها الحاجه اللي هي في وجهه نظرك احلى، وتسيبها تعمل اللي هي عايزاه، ولا اللي هو عايزاه انت بتريح على طول اللي قدامك وبتقول لها لا؟ لا، انا انا من النوع اللي هو بسالها هي عايزه ايه، ولو في دماغها حاجه معينه هي بتريحني وبتريح نفسها، وبيبقى راحه ليا وليها، وعلى حسب بقى الالوان اللي هي عايزاها وبعملها اللي هي عايزاها. طيب، انا هسألك سؤال. لما بتروح اي عيد ميلاد، ايه اهم الخطوات اللي انت بتعملها عشان تخلي على احسن شكل عموما، او خطوبة او فرح او اي مناسبة؟ انا اصلا اول ما بدات كنت الاول نفخت بقي عادي، بعد كده جبت المنفاخ، والوقت ما عادش اللي هو على طول، ما باخدش وقت، فايه عادي المنفاخ ما بطولش. هو الوقت بتبقى محتاج يعني مدة زمنية قد ايه، او الوقت بيكون قد ايه اللي انت بتكون محتاجه قبل ما اي حد يعني يكلمك؟ يعني مثلا في مثلا ممكن عروسة او حد قبل عيد ميلاده او كده، ممكن مثلا يكلمك قبلها بيومين او ب3 ايام، انت بتفضل يكلمك قبلها بقد ايه او يطلب منك الموضوع ده؟ لا، هو بيأكد عليا قبلها بيوم، بجيب الحاجة، وتاني يوم الوقت يعني بيسحب معايا وبجهز كل حاجة. طيب، انا شايفه كده حاجات حلوه جدا، تعال نشوفها الحاجات دي. ايوه، كلمنا كده عنها بقى. ده ايه؟ ده كان سبوع، ده كان سبوع كان سبوع طفل يوسف، بس هو بصراحة كان يوم من او كنت في رمضان، فكنت اصلا اليوم كان متعب جدا وتعبت جدا، بس ما شاء الله الشغل الناس اعجب بيه جدا والحمد لله. قولي يا استاذ عمرو، هو انت تحتك يعني، او انت ليدر مشغل تحتك ناس او كده، ولا انت بتعمل كل حاجه لوحدك؟ لا، شغال لوحدي. شغال لوحدك. طب بتاخد وقت قد ايه بقى؟ انا في بداية شغلي كنت باخد من 2 لـ3 ساعات، انما دلوقتي ما عنديش بتكمل معايا ساعة ايه ده، بسم الله ما شاء الله بجد. والله. لا لا، على هواي كده بجد، يعني انت بتعمل كل حاجه لوحدك؟ ايوه.
طيب عايزاك كده تحكي لي على موقف، او تقول لي موقف كده مضحك او حاجه. بص، هو عايزاك تقول لي موقف مضحك وموقف غلبك جدا وضايقك في الموضوع ده كله، سواء بقى خطوبه، سواء كانت كتاب، سواء عيد ميلاد، اي حاجه يعني. هو انا اكتر موقف اتضايقت فيه وتعبت فيه اللي هو الموقف بتاع الاسبوع اللي كان في رمضان ده. كنت فضلت سهران لحد بعد الفجر اشتغل في الحروف ويوسف والحاجات دي. قمت تاني يوم الساعه 2 الظهر، رحت بقى كان الجو حر جدا، بعدين كانت بتفرقع اول مره تحصل معايا، فاتضايقت جدا. وكان بص كان يوم ما يعلم بالله ربنا. طب على فكرة في ناس بتقول عن شغلك ده ان هو شغل مقرف جدا ومتعب جدا، هو فعلا متعب؟ لا هو مش متعب خالص، ده هو بالعكس فيه متعة وأنا بعمله. يعني انت بتكون مبسوطة؟ هو طبعا. بص، هو عموما انا هرجع واقولها تاني وقلتها في مليون حبي حلقة تعمل ليا، ان حتى زعما ما بتحب. الواحد لما بيعمل حاجة اللي بيحبها طبعا بيبقى مبسوط جدا. بس في ناس كتير بتفضل تقول احنا برضو بنتعب جدا في الموضوع ده، بنتعب في الشغلانة دي. لا هو في بداية الشغل لو انت لسه مبتدئ طبيعي بتتعب، انما بعد كده بتبقى على طول زي ما انا قلت لك، ما بتطولش معايا خالص. انت بتستوحى افكارك من مين او من ايه، او لما بتيجي تعمل الحاجات دي؟ انا بقى باخد افكار مثلا، بسال عندي عيلتي ما شاء الله ربنا يخليهم لي، عندي بسالهم في افكار، وفي افكار برضو بخش على النت وعرفت اكتر لحد ما وصلت برضو لموقع الحمد لله. قولي يا عمري، يعني انت ناوي تعمل ايه في حياتك اكتر قدام؟ ناوي تفضل اصلا على طول بقى طول عمرك تبقى دي، يعني يبقى ده شغلك خلاص؟ انا ناوي ان شاء الله ادخل كليه فنون جميله قسم ديكور، وبرضو احدث من شغلي. طيب مفيش حد بيدعمك في الموضوع ده او بيساعدك، انت كده مع نفسك شايب على طول؟ لا انا تمام، والدي برضو بيدعمني وبيشجعني جدا، ووالدتي واخواتي وعماتي وكده هما اللي شجعوني من الاول اصلا. ايوه. طب يعني انت قدام في حياتك هتفضل على طول تشتغل كده الشغلانه دي؟ عادي، هي انت شايفها يعني ان هي حاجه يعني خلاص بقت اساسيه في حياتك، ايوه هتفضل على طول بقى ان قدام؟ شاء الله هبقى هكمل فيها ان شاء الله. طب قول لي، الافراح انت بتعمل حاجات للافراح ولا لسه ما خدتش الخطوه دي؟ لا لسه انا ما جاليش قبل كده افراح، فما عملتش قبل كده، ماله بيجي بعمل عادي. انت بقيلك قد ايه في الموضوع ده؟ بقيلك بقى كام سنة؟ من زمان قوي؟ انا من صغري كنت بعمل في البيت، انما بدأت اللي هو اعرض على النت وكده من تانية اعدادي. ما شاء الله. طب الباكجات بقى الغالية اللي هي الناس بتستغلها زي ما انا قلت لك، انت ايه رأيك؟ بتبقى يعني بص، في خامات طبعا انت ممكن تعرض اللي قدامك خامات غالية وفي خامات كويسة، ولا هو الخامات بتبقى واحدة عموما؟ لا في خامات على حسب الخامات، في خامات بتبقى غالية، وفي خامات بتبقى وسط، وفي خامات بتبقى أقل. طب في الاخر كده بس عمرو، انا عايز اسالك سؤال. لو حد مثلا جه قال لك انا مثلا يعني انا عايز حضرتك اللي تشتغل لي مثلا في الفرح، في اي حاجه عموما، بس مثلا انا معيش غير الباكج دي، بتقدر انت تمشي الخامات بتاعتك على الباكج اللي هو مديهالك، ايوه ولا بيكون صعب لا بالنسبه لك؟ لا بظبط الدنيا على حسب اللي هو عايز يدفعه. طيب قول لي كده في النهايه، انت تحب تنصح كل شاب او عموما يعني حابب بيشتغل في المهنه دي او في الموضوع بتاعك ده بيه؟ هو في الاول هيتعب شويه، بس هو بصراحه هيتعب من خلال ايه؟ اللي هو عشان يتعلم الشغل، واللي هو يعمل الاستندات والبوابات والحاجات ديت طبيعي هيتعب. فهو لو هو حابب يعمل شويه هيتعب شويه في الاول، بس هيرتاح بعدين. ربنا يا رب يوفقك. وعلى فكرة شغلك جميل جدا بجد، وعجبني شكرا. لما انت بعت لي الصور. ويا رب تقدم من تقدم كده لقدام ان شاء الله. إن شاء الله. نورتني. أعزائي المشاهدين، فاصل واستنونا.